طيب عندنا اخبار كتير في الحقيقه. قبل ما اتطرق لهذه الاخبار عايز اتكلم عن تصريحات علي معلول بالامس في ظل تواجده مع المنتخب التونسي استعدادا للاجنده الدوليه المقبله ومباراتين وديين بالنسبه للمنتخب التونسي. علي معلول اتكلم على انه طبعا سعيد ان هو بيعود للمنتخب التونسي بعد طبعا ما حضراتكم كنتوا عارفين انه ما راحش مع منتخب تونس في بطوله الامم الافريقيه في مصر طبقا لاختيارات ألان جريس المدير الفني في هذا التوقيت واللي استبعد علي معلول، فبالتالي اللعيب سعيد قوي ان هو عاد لمنتخب تونس. الاهم بالنسبه لي وبالنسبه للنادي الاهلي ان تم التطرق مع علي معلول وسالوا لي مستقبله في الكوره والعروض اللي ممكن بتجيله في بعض الاوقات وكلام من ده. يعني علي معلول رد قال انا موجود في اكبر نادي في افريقيا. بصوا بقى هنا ثقافه التصريحات، احنا عندنا على فكره بالمناسبه هنا في مصر ثقافه التصريحات دي مش موجوده. لما تيجي تتفرج على تصريحات لاعبين في اوروبا ولاعبي الكره المصريه بشكل عام الا قليلا منهم يعني في الحقيقه بيتكلموا بثقافه مميزه جدا في التصريحات، منهم علي معلول اللاعب التونسي في الحقيقة. قال أنا موجود في أكبر نادي في أفريقيا، سعيد جدا أن أنا موجود في النادي الأهلي، علاقتي جيدة بالجميع وبالتحديد بجمهور النادي الأهلي، فهو مش عايز حاجة تاني. بيقول أنا مبسوط جدا موجود في نادي دايما بينافس على البطولات وأكتر نادي خد بطولة دوري أبطال أفريقيا. ده على حد تصريحات علي معلول. ففي الحقيقة علي معلول دايما خلاص بقى في حاله خاصه كده ما بينه وبين جمهور النادي الاهلي وعشق، ومن اللاعبين المحترفين اللي خلاص كتبوا تاريخهم وكتبوا اسمهم بشكل واضح جدا مع النادي الاهلي. نتمنى له يا رب ان شاء الله كل التوفيق مع منتخب تونس بعد عودته وكل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره الجايه. وتطرق كمان لمستر فايلر، سالوه ان كان في علاقه سيئه ما بين مستر فايلر ولاعب تونسي اسمه حمدي حربي في اندرلخت، فبيقولوا هل انت متخوف من علاقته مع اللاعبين التونسيين؟ قال لا، كل واحد مسؤول عن نفسه وكل واحد مسؤول عن تصرفاته، مش متخوف اطلاقا، واثق جدا ان النادي اكيد جاب مدير فني جيد وهيقدر يقودنا للبطولات. نتمنى للنادي الاهلي كله ولعلي معلول ان شاء الله كل التوفيق في المرحله الجايه.